اهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من شارع العلوم. طبعا انت داخل الحلقه مخضوض تقول لي نار ايه اللي تحت الصفر. خلينا الاول يا صديقي نعرف احنا هنتكلم عن ايه بالظبط النهارده. صدقني مع الوقت استغرابك ده هيكون منطقي جدا، وهتعرف ازاي قدرنا ان احنا نعمل نار تحت الصفر. انا بس مش عايز افاجئك واقول لك ان النار دي تقريبا درجه حرارتها 180 درجه تحت الصفر. بس قبل ما نبتدي الحلقه خليني اسالك سؤال، هي النار تعتبر انهي حاله من حالات الماده الاربعه؟ هل تعتبر ماده صلبه ولا سائله ولا غازيه ولا بلازما؟ التجارب اللي في سلسله الحلقات دي خطيره قوي على فكره، فارجوك ما تجرباش في البيت لانها اتنفذت تحت اشراف ناس محترفه متخصصه ودارسه وعارفه هي بتعمل ايه بالظبط. واحنا من ناحيتنا مش هنقول لك هي بتتجاب منين، لانك لو دارس وعارف ايه ده هتعرف تجيبها منين بالظبط. الحاجات دي مكلفه جدا، ولايك وشير منك بالدنيا كلها، ومش عايزين اكتر من كده عشان المعلومه تنتشر اكتر، الا لو عايز تدعمنا بزياده يعني، فانت ممكن تشتري اي منتج من منتجاتنا من ستور شارع العلوم. يلا بينا نبتدي الحلقه. ازيك يا صديقي؟ يا رب تكون بخير. هبتدي الحلقه بان انا هجاوبك على السؤال اللي انا لسه سأله لك من شوية، هل النار تعتبر مادة صلبة ولا سائلة ولا غازية ولا بلازما؟ والإجابة هي ولا واحدة من الأربعة. النار كده بالمنطق ولا تعتبر مادة صلبة ولا سائلة ولا غازية ولا بلازما اللي انت شاكك فيها، وانا عارف ان انت شاكك فيها، بس انا هعرفك الفرق ما بين البلازما والنار كمان شوية. النار يا صديقي هي الطاقة الحرارية والضوئية اللي بتنتج من احتراق الأجشاء نتيجة لعملية أكسدة، ومش أي أشياء بتحترق. في حاجات مهما قعدت تولع فيها وتديها في طاقة عمرها ما هتولع. بس خليني اسالك سؤال تاني الاول، هو انا عشان يكون عندي نار محتاج ايه؟ الموضوع ببساطه يا صديقي، ركز كده عشان هتعرفه في دقيقه. عشان يبقى عندك نار انت محتاج تلات حاجات مالهمش رابع، مستحيل تحتاج اكتر من التلات حاجات دول. والتلات حاجات هما: واحد، الوقود او الماده القابله للاشتعال. والمواد القابله للاشتعال يا صديقي امثلتها كتيره جدا وموجوده في حياتنا، يعني مثلا العربيه ما بتمشيش من غير بنزين، او مثلا الخشب، او مثلا البلاستيك. هتقول لي ايه ده؟ صح، البلاستيك بيولع. هو اشمعنى البلاستيك بيولع؟ لانه اصله في الاصل خالص مركب هيدروكربوني، وعاده هو البترول. والفحم طبعا، كل ده عباره عن خشب وحاجات كانت تحت سطح الارض ومضغوطه لسنين كتيره جدا. المهم عرفنا ان الوقود هو اهم واول عامل عندنا في المثلث اللي عشان يكون عندنا نار. طب انا جبت وقود قدامي اهو، ايه بقى؟ ها، جبت قش رز، جبت خشب، جبت بنزين، جبت سولار، جبت اي حاجه، هولعه ازاي؟ هتقول لي عادي هولع بيه الكبريت. هقول لك ولنفترض مفيش ولا كبريت ولا ولاعه، هنولعه ازاي؟ هتقول لي هنجيب طوبتين ونخبطهم في بعض يعملوا شرارة. ايوه، هي الشرارة، سبارك او شرارة او ولاعة او ماتش يديني طاقة يخليني اقدر اولع في المادة الهيدروكربونية القابلة للاشتعال اللي قصادي. طب حلو، هتقولي فين الحاجة التالتة؟ هقولك فين الحاجة التالتة في صيغة سؤال، والسؤال هو هل ينفع نجيب اي مادة قابلة للاشتعال ونجيب اي سبارك او ولاعة يا عم ونروح مثلا في غرفة مفيش فيها غاز الاكسجين او مفيش فيها هواء عموما، او غرفة مليانة نيتروجين او اي غاز خامل وتقدر ان انت تولع؟ لا، اكيد محتاجين اهم عامل عندنا وهو غاز الاكسجين. وعشان نعمل الموضوع ده هعمل لك تجربه كده، لو سمحت ما تعملهاش في البيت. مبدئيا الحلقه دي كلها ممنوع منعا باتا انك تجرب اي حاجه بعملها في البيت عندك. ببساطه جبت طبق وحطيت فيه ميه وصابون عشان لو حطيت فيه اي غاز يبتدي يكون عندي بابلز. طب هو انا بعمل كده ليه؟ لسببين. عشان لما اجيب لك غاز قابل للاشتعال اللي هو الغاز اللي بيملوا بيه الولاعات وابتدي ان انا انزله عندي في الطبق هتطلع الفقاعات، واول ما همسكها في ايدي خدوش. اللي حصل في التجربه اللي فاتت دي يا صديقي بوريك ان احنا ما نقدرش نستغنى عن المثلث بتاعنا في ان احنا نشعل نار. عشان يبقى عندي النار اللي قصادك دي، اول حاجه كان عندي الوقود اللي هو غاز الولاعات اللي انا حبسته جوه غاز، تاني حاجه غاز الاكسجين اللي موجود عندي في الهواء، تالت حاجه هي الولاعه. طبعا دلوقتي انت قاعد هتسالني سؤال، هو انت ازاي مولع في ايدك كده؟ اقول لك زي ما في الافلام الناس بتولع في نفسها، لان انا يا صديقي قبل ما اعمل التجربه دي حطيت ايدي في ماده تقدر تحميني من النار، ومش هقول لك هي الماده دي عشان ما تروحش تجربها في البيت. في الافلام
بقى الناس اللي بتولع في نفسها دي بيدهنوا نفسهم بجل يحميهم من النار، مش طبقه واحده، ده على الاقل 6 طبقات، واللبس اللي بيلبسوه بيبقى متغطس بالكامل جوه الجل ده، وبعد ما بيلبسه بيدهن تاني، وحواليه 6-7 مدهونين علشان يقدروا يلحقوه في اي وقت. مش انا اللي هقول لك قد ايه النار خطر يعني. طب سؤال، هي النار لونها ايه؟ جواب، النار لونها اي لون ممكن يجي على بالك. هتقول لي ايه ده، مش النار لونها برتقاني؟ هقول لك ما ممكن يكون لونها اصفر، ممكن يكون لونها ازرق. هتقول لي ازرق ازاي، فيش نار لونها ازرق؟ ايه، ما شفتش النار اللي لونها اخضر اللي كانت في جيم اوف ثرون اللي احنا عملناها؟ وانا بصراحة جاي في دماغي تجربة تانية غير اللي انا عملتها قبل كده عشان اوريك لون نار تالت مختلف خالص وتعرف ازاي احنا بنتحكم في لون النار. والتجربة ببساطة ان انا جبت حمض الهيدروكلوريك المركز وابتديت ان انا اخففه بمية، بعد كده اضفت ليه كبريتات النحاس اللي هي مشهورة باللون الازرق بتاعها الجميل ده، وبعد ما عملت العملية اللي قصادي وطبقا للمعدل اللي قصادك ابتديت ان انا اضيف لها المونيوم، والتفاعل ابتدى فورا وابتدى ان في غاز يطلع. الغاز ده هو غاز الهيدروجين اللي انا وانت عارفين ان هو بيشتعل بفرقعة، بس لو كان محكوم ومضغوط ومرة واحدة فرقع، ولكن هو طالع براحته كده. حبيت ان انا اولع فيه، طبعا انت ملاحظ ان النار لونها مختلف تماما عن النار اللي انت شفتها قبل كده، لون ازرق سماوي غريب وجميل، والسبب في اللون الازرق ده هي ايونات الكبر اللي بتتفاعل لحد ما الالومنيوم كله يتاكل والتفاعل يخلص مني، النار بتاعتنا هتقف. الجميل في الموضوع انا ضيعت كمية الالومنيوم دي، بس الجميل في الموضوع ان انا بقى معايا مكانها نحاس زي ما انت شايف كده مترصب في مية. في بداية الحلقة احنا سمعنا ان حالة المادة الرابعة هي البلازما. طب هي ايه البلازما دي؟ وايه الفرق ما بينها وما بين النار؟ البلازما يا صديقي هي تعتبر اللي بتكون 99% من الكون اللي انت شايفه قصادك. البلازما باختصار هي سوبر هيتد ماتر، مادة درجة حرارتها عالية جدا لدرجة ان الالكترونات بدأت تطلع من مسارات الطاقة بتاعتها كلها وتهرب من المادة اللي هي فيها، وده صعب انه يحصل مثلا في جزيئات الهواء. فلما جزيئات الهواء تبتدي توصل لدرجة الحرارة دي او الطاقة الكبيرة دي لدرجة ان الالكترونات تهرب، فبنبتدي نقول عليه الهواء بيتأين. وابسط مثال للهواء المتأين هو البرق اللي بيعمل صوت رعد، او مثلا صعق الكهرباء بتاعك. اي كهرباء تلاقيها ماشيه في الهواء تعرف ان دي بلازما. ليه؟ لانه هواء متأين. عرفت الفرق ما بين النار والبلازما؟ طب ايه رايك لو عرفتك ازاي نحول النار لبلازما؟ مبدئيا انا مش هقول لك ما تجربش التجربه دي في البيت، لان انا نفسي ما جربتهاش في البيت ولا جربتها هنا لسببين. السبب الاول، عشان اعمل التجربه دي انا محتاج مايكرويف، وما عنديش مايكرويف في المكان اللي انا فيه يعني. والموضوع ببساطه، تخيل ان احنا جبنا بيكر من عندنا وولعنا عود كبريت وحطيناه في المايكرويف. ايوه، المنظر اللي انت شايفه قصادك ده هو البلازما، لان جهاز الماجنيترون اللي موجود جوه المايكرويف اللي بيطلع موجات كهرومغناطيسيه بتتقلب مليون مره في الثانيه مع النار اللي موجوده عامل السوبر هيتد ماتر، وابتدوا ان هم يقينوا الغاز اللي موجود جوه المايكرويف. وما انصحكش يا خفيف لو رحت تجرب التجربه دي في البيت انك تاكل حاجه من المايكرويف بعد كده، فممنوع تجرب التجربه دي. دلوقتي هنيجي لموضوعنا. خلاص عرفنا عن النار وعرفنا ايه الفرق ما بينها وما بين البلازما، وعرفنا ازاي ان احنا ممكن نغير في لون النار. انت ازاي بقى عملت نار تحت الصفر؟ والموضوع هو ان انا ببساطة يا صديقي حوالينا مصادر كتير للغاز الطبيعي، وغاز الميثان وغاز الايثان وغاز البروبان والبيوتان والبيوتين، وعدد لا حصر له من انواع الغازات القابلة للاشتعال، وهي في الاصل مركبات هيدروكربونية. فانا اللي عملته ان انا جبت بالونة ومليتها غاز، ومش هقول لك مليتها ازاي، وبعد كده حطيتها في التست تيوب زي ما انت شايف قصادك كده. في الاول بمجرد ما سبتها البالونه نزلت مني وحجمها قل، افتكرت عشان احنا قاعدين في التكييف مثلا، فالغاز ابتدى ان هو يكش ويتجمع ويتسيل مثلا، بس درجه حراره مش كافيه، بس تقريبا كان في تسريب او حاجه احنا ما عرفناش السبب فيه، ولكن الانتظار خلى التجربه تكون ولكن يا صديقي اول ما جبنا بالونه كبيره وحطيناها في التست تيوب، فبقى عندي غاز وبقى عندي تست تيوب. الغاز ده تقيل زي ما انت شايف لدرجه ان البالونه طالعه من البيكر. طب انا عايز اسيل الغاز ده اعمل ايه؟ رحت حطيت عليه حبيبي وحبيبك وحبيبك
حبيب الملايين النيتروجين المثلث درجه حرارته 196 درجه تحت الصفر، هي درجه غليانه مش مشكله. طبعا زي ما انت شايف دلوقتي ان حجم البالونه بدا ينقص، هل ده معناه ان الغاز بدا يهرب؟ لا، معناه ان الغاز اللي موجود جوه بدا ان هو يفقد درجه حراره كبيره جدا، فابتدت المسافات البينيه ما بين الجزيئات النهائيه تقل، وابتدى ان هو يتحول من صورته الغازيه لصورته السائله اللي هي الصوره اصلا اللي بينقلوا بيها الغاز في العالم كله. فبقى عندي غاز طبيعي مسال، بس لازم يكون عندي التست تيوب تكون مليانه على الاخر علشان اقدر اولع اخر فواهة الانبوبه اللي عندي، وبدعي من كل قلبي ان انا اقدر احصل على نار تحت الصفر. نركز يا شباب، نركز. نار تحت الصفر يا جماعه، لاول مره شعله نار تحت الصفر. بص بقى اللي هيحصل ده، فوق الميه نار تحت الصفر. واو. طبعا النار اللي مولعه فوق الميه اللي انت شايفها دي مش الميه هي اللي مولعه، الغاز المسال اللي لسه ما تحولش لصورته الغازيه اللي بيتحول عن طريق النار اللي انت شايفها. واعتقد ان في قناه شارع العلوم تقريبا انت اول مره تشوف نار تحت الصفر، ده غير ان انت شفت نار زرقاء ونار خضراء وحاجات ثانيه كتير يعني. شكرا شكرا، مش لازم تشكروني اكتر من كده. استغفر الله استغفر الله يا علاء، ده واجبنا واجبنا، مرقص كوعي ارجوك ولا كتفي يا علاء كتير، ده واجبنا واجبنا. طبعا يا صديقي كعادتي في كل حلقه لازم اقول لك فايده العنصر او المركب اللي تحت ايدي، لكن النار هقول لك ايه ولا ايه. يكفيني اقول لك انك بتتفرج عليا دلوقتي بسبب النار اصلا، كل حاجه في حياتك بسبب النار، انترنت، كهرباء، مصابيح، برينترز، اسلحه، عربيات، كل حاجه حرفيا كل حاجه. احنا من غير النار ما كناش هنبقى انسان متحضر اصلا، كانش يبقى في حضاره. فبلاش يعني ايه نرد ونعجل كتير ونقول استخدامات وفايده النار. الاهم من ده كله، اهم حاجه يا رب اكون صديقك الوفي لاخر في رحلة ما تتنسيش، وعرفك على كمية من التجارب والاختبارات اللي عرفتك على النار بصورة اقرب، وتكون استفدت معلومة علمية جديدة بجانب انك تكون مستمتع. طبعا لو حابب تشوف اي اختبارات تانية فعندك القناة مليانة اختبارات، ممكن تروح تشوف الاختبارات اللي احنا عملناها قبل كده، او تستنى الاختبارات اللي هنعملها بعد كده كل جمعة الساعة 6. وما تنساش ان مفيش امتع من العلوم شارع ده. ماشي يلا بسرعة بسرعة بسرعة. عادي انا حاسب كل حاجة. والله نهاية الكوكب دي على ايدي.